التقينا اليوم مع زملاء لنا أعزاء علينا من كل أطياف المحافظات، ممثلين للإدارات القانونية كلهم في موقعه، للتوافق والاتفاق على مقترحات بتعديل قانون الإدارات القانونية 47 سنة 73. هذا القانون منذ أن صدر في 73 كما تحدث أستاذي وشيخ محامين الإدارات القانونية بالنقابة العامة الأستاذ يحيى التوني، أن هذا القانون لم يعدل فيه حرف ولا كلمة ولا مادة منذ صدور هذا القانون. هذا القانون يعاني منه محامين الإدارات القانونية بالرغم من أنه صدر لينظم علاقات محامي الإدارات القانونية بجهة عمله ومع النقابة والآخرين والحفاظ على حقوقه، إلا أن هذا القانون منذ صدوره لم يحقق الغاية المرجوة منه. فعلى سبيل المثال، محامي الإدارة القانونية في جهة عمله يقوم بإبداء الرأي والتحقيق والفتوى والرأي ومراجعة العقود، وآخر حاجة يقوم بها إدارة القضية منذ نشأتها حتى انتهائها بحكم نهائي وبات. فيقوم محامي الإدارة القانونية بعدة أعمال لجهات قضائية ذات طابع مستقل. على سبيل المثال، يقوم بمراجعة العقود التي قيمتها تزيد على 5000 جنيه في جهة إدارته، فيقوم بدور إدارة الفتوى بمجلس الدولة في كل وزارة، كما يقوم بالتحقيق والانتهاء منه والتصرف فيه في جهة عمله، كما لو كان ممثلا لهيئة النيابة الإدارية. وكذلك الأمر يقوم بإعداد الدفاع وتقديم المستندات وحضور الجلسات ومتابعتها وعمل الاستئنافات وعمل الطعون على القرارات وعلى الأحكام الصادرة بدور هيئة قضايا الدولة. إلا أن محامي الإدارة القانونية لم ينل جزءا من التزامات ومستحقات وحصانات تلك الهيئات القضائية السالفة الذكر. محامي الإدارات القانونية يعاني أشد المعاناة منذ أن يتولى ملف القضية حتى الانتهاء منها. زيد على ذلك أن محامي الإدارة القانونية يقرر له بنص المادة 29 من قانون الإدارة القانونية بدل تفرغ زهيد جدا محسوب ب30% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية. وبداية مربوط الدرجة الوظيفية ناهيك على القانون 47 48 جنيه و47 جنيه بداية مربوط الدرجة للفئة الثالثة. المدير العام يتقاضى 40 جنيه بدل تفرغ طول الشهر. برغم كل هذا العناء جئنا اليوم لتنفيذ توصيات معالي النقيب الأستاذ سامي عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الحاضر معنا بلقاءات لجنة الإدارات القانونية بمؤتمر العام المنعقد في الغردقة بالأمس القريب، بتكليف الأستاذ يحيى التوني، الأستاذ علي الصغير، الأستاذ أسامة سلمان، الأستاذ هشام بليح ومن تراه اللجنة مناسبا للانضمام لها لتلقي مقترحات السادة الزملاء المحامين بالإدارات القانونية على مستوى الجمهورية لصياغتها في صورة قانون يقدم له ويعتمد سيادة النقيب
ويتبناه بتقديمه إلى مجلس النواب إن شاء الله رب العالمين في هذه الدورة المنعقدة، الدورة البرلمانية المنعقدة الفصل التشريعي الحالي، ليصدر قانون يليق بمحامي الإدارة القانونية شامل كل هذه التعديلات المطروحة على اللجنة، سواء كانت محل مناقشات في اللجنة، لجنة الإدارة القانونية في المؤتمر المنعقد بالغردقة، أو الاقتراحات التي تلقيناها اليوم من السادة الزملاء ممثلي الإدارات القانونية، كل في محافظته وكل في موقعه بالإدارة القانونية. عندنا أمل كبير جدا جدا إن شاء الله رب العالمين إن هذا التعديل يلقى النور في مجلس النواب ويلقى الموافقة عليه بما يتلائم مع ظروف الحياة الحالية وما يلاقيه محامي الإدارة القانونية من معاناة في التفتيش الفني. إن شاء الله رب العالمين عندنا أمل أن يتصدى قانون الإدارات القانونية الجديد في ثوبه للاستقلال التام، الاستقلال الفني لمحامي الإدارة القانونية عن جهة الإدارة، وكذلك تقرير بدل تفرغ مناسب ملائم يضاهي جزء من التزامات محامي الإدارة القانونية في إدارته. زيد على ذلك إن شاء الله رب العالمين في التعديل الجديد عاملين فتح الهيكل الوظيفي، بمعنى إن قانون 47 سنة 73 آخر ترقية لمحامي الإدارة القانونية ومدير عام، وعند هذا الحد يقف الترقية حتى خروجه للمعاش. فتحين الهيكل الوظيفي بزيادة درجة، رئيس قطاع ثم رئيس قطاعات ثم رئيس إدارة مركزية ممثلا عن جهة الإدارة في مجلس الإدارة، ويكون له صوت، ويكون له صوت داخل مجلس الإدارة. عاملين تعديلات كثيرة جدا جدا جدا، وعلى أخصها لجنة الإدارات القانونية المشكلة بالمادة 7 والمادة 8 و9 من قانون سابق قانون الإدارات القانونية، بتعديل ليكون من ضمن تشكيلها أغلب الأعضاء من محامي الإدارات القانونية وممثلي عن النقابة العامة للمحامين، بما يضمن خروج توصيات ملزمة للجهات الإدارية من تلك اللجنة، ويكون هناك محامون يعرفون مدى الالتزام ويعرفون مدى المشاكل ويقفون عليها، وعندهم الآليات لحل هذه المشكلات في صورة قرارات ملزمة للجهة الإدارية. هناك العديد والعديد من المقترحات إن شاء الله بإذن الله تساق على أقصى حد يوم الثلاثاء القادم، تكون مصاغة في صورة قانون، وإن شاء الله رب العالمين نقدمها لسيادة النقيب لاعتمادها وتبنيها منذ تقديمها حتى مناقشتها حتى خروج قانون يليق بمحامي الإدارات القانونية حماة المال العام في جمهورية مصر العربية. وإن شاء الله ربنا يوفقنا ويوفق الزملاء معانا وهم معانا قلبا وقالبا حتى صدور هذا القانون للنور. أشكركم والله الموفق والمستعان، وأشكر قناة موقع النقابة العامة اللي أول مرة نعمل معها حديث، وإن شاء الله مش آخر مرة نعمل معها حديث. أشكركم.